اقتنعش بالبيف ما بغاش يدخل ليه سوقو هذاك. اسمح لي مرحبا الدراري يبينوا شنو عندهم يحطوا بروجيات ما كاينش المشكل. باقي كنسيبورت هذا البيف. بيغ اب لكاع الدراري اللي ديكلونشاو هذا الشيء والدراري اللي التحقوا بالبيف من بعد ما كاينش المشكل. ولكن واحد الانسان اللي كيف هذا الشيء، ولكن ضد ان واحد الانسان اللي ما اقتنعش بالبيف وما بغاش يدخل ليه نوضو حنا كاملين نقول ليه اجي لا علاش ما دخلتيش للبيف لا غنقاطعوك لا اسمحوا لي ما ماشي هكا. انا باغي شوف انا باقي جو سوي داكور مع هذا البيف. نعاود نقولها انا ماشي كونطرا هذا البيف. بيغ اب لكاع الدراري اللي دخلوا لهذا البيف واللي حطوا بروجيات زوينين نقيين. انا سمعتهم عجبوني عجبني الحال. هادشي تريكاني باش حتى انايا نحط شي حاجه مزيان كاين اي لا بي اونتر كاع لي بوبل مسلمين و في اطار الاحترام خاوه خاوه في اي بلاصه كان في اي دوله كان شنو ما كانت الجنسيه ديالو. الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر وان شاء الله كو لو ميور اي لو بونور اي لا جوا اي لا بون هومور. هاد ستوري ما فيها لا ضحك لا طنز لا حتى شي حاجه. سالينا الضحك سالينا الطنز قصرنا شويه قشبنا الله يجعل شي بركه. اللي بغيت نقول في هاد ستوري هو عيد مبارك سعيد على الامه الاسلاميه جمعاء وعلى اي مسلم فوق هاد الارض.